الكحك ابو سمسم العراقي. فده عباره عن ايه؟ مقاديره معانا على الشاشه اهي. 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه من الزبده، كوبايه لربع من السكر البودره او الناعم، 3 معالق او نص كوبايه من اللبن البودره، 3 معالق كوبايه او نص كوبايه، معلقه صغيره من الحبهان المطحون، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. هنحطه بقى يا ابو سمسم، ليه سموه ابو سمسم؟ عشان بيحطه على وشه بعد كده سمسم اللي هو ايه. وطبعا هنا هحط معلقتين ميه او يعني حسب ما ياخد معانا ميه. سمسم وسكر، سمسم وسكر نبدا ندلك فيهم الايه الكحك ده، وهنعمله بقى دلوقتي على طول ان شاء الله. سهل جدا طبعا، احنا نشكل بقى حتى لو في مصر يعني تشكلوا منه حاجات حلوه جدا، تبقى السفره بتاعتكم مليانه اتحاد وطن عربي ان شاء الله. فهناخد الزبده، كوبايه زبده، بسم الله، اقلبها كده مع بعضها شويه، كوبايه الا ربع سكر بودره او سكر ناعم، هنا مش شرط البودره طبعا، يعني ممكن سكر ناعم عادي خالص، بس انا قلت استسهل واجيب البودره، ده اللي ايه هيسرع معايا ان الزبده تسيح بسهوله. ماشي، يبقى كده كوبايه زبده، هيبقى دي معانا عشان تصوروها، كوبايه زبده، كوبايه الا ربع سكر بودره او سكر ناعم، هاخد 3 معالق كبار من لبن البودره او نص كوبايه، الحبهان المطحون معلقه صغيره، البيكنج باودر معلقه صغيره، رشه الملح، ونقلبهم مع بعض كده. معانا احمد، اهلا وسهلا. الو، ازيك يا احمد؟ ادي كده ايه، هحط بقى ايه 3 كوبايات الدقيق اللي عليهم رشه الملح المفروض، ومعلقه صغيره من الحبهان، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وهنزل على ايه، على كوبايه الزبده اللي انا حاطه معاها الكوبايه الا ربع من السكر البودره، وضربتهم مع بعض خلاص كده. ممكن نحط فانيليا لو حابه كمان فانيليا، بتبقى حلوه، بس الحبهان هنا بيدي ريحه حلوه. احط بقى رشه الملح عشان جت، اسيب الزبده تاخد شويه مع الدقيق، وبعدين ازود الايه الميه شويه، يعني حبه صغيرين خالص، يعني شويه شويه بس الاول، الزبده تاكل مع الايه الدقيق تختلط. هو الاسهل سيحيها الاول، يعني سيحيها على النار الاول وحطيها في الدقيق عشان ما تغلبكيش كده، مش تقدحيها، سيحيها بس، سيحيها خالص. واجيب بقى هنا طبق كده، هحط فيه حبه سمسم كتير كده، حبه كتيره، نقولي كوبايه مثلا او اكتر، وعليهم معلقتين سكر، دول بقى اللي هقلب فيهم الكحك ده. شيل دول خلاص كده، ناخد معلقه ميه عشان تلملي بس العجين. هي بتاخد حوالي ربع كوبايه ميه او اقل كمان يعني. يا سلامت معايا اهي. طبعا انا عايزه اقول لكم الزبده لو ساحت هتبقى اسهل كتير. اهي. نعمل ايه بقى؟ ده بيكنج باودر، يعني مش هيحتاج ان انا اركن، وحتى لو هركن ما دام فيها زبده كتير مش هركن. نجيب بس الصاج. بسم الله. نجيب بقى كده. حته كده اهي كده ماشي، ونحطها بقى هنا كده، واخدينها كده حلو برضو، لو حد ساعدك فيه ده هيبقى ايه لطيف قوي. اهو هو ده كحك ابو سمسم العراقي، وتحياتنا لاهل العراق جدا جدا جدا، عشان هم بيتفرجوا علينا، ليا ناس كتير هناك متابعينا. ماشي، بس كده اهو، نوع جديد حلو قوي. هتعملي حاجه برضو مميزه في العيد في البيت وجديده بالشكل ده. تمام كده على طول، قلنا العجينه دي مش هنريحها، هقولها تاني، العجينه دي مش هريحها،
علشان فيها زبدة كتير. فيها قد ايه زبدة؟ فيها كوباية زبدة ضربتها مع كوباية الا ربع سكر بودرة، وبعدين نزلت عليها معلقة، حطي فانيليا برضو معاها. حطيت عليها 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من الحبان المطحون ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا حاجة سريعة اهي، يعني انت لو عملت الثلاث كوبايات اللي بقولك عليهم دول كتشكيلة في وسط حاجات العيد حلوة قوي، 3 كفاية قوي، يبقى نوعت الطبق بتاعك وخليتيه مشكل كده حلو قوي ان شاء الله يعني. ومش مكلف خالص، هي كوباية الزبدة عليها 3 كوبايات من الدقيق، كوباية ربع سكر بودرة، معلقة صغيرة حبهان مطحون بيدي ريحة حلوة جدا جوه العجينة دي، والايه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وخدت مية قليلة قوي للعجن. بص بيلزق فيها على طول ازاي من غير لا بيض ولا حاجة.